شو ذنبي إذا بتهوى علي وأنا محتارة محتارة بهواك؟ شو ذنبي ما رماني الهوى يلي رماك؟ شو ذنب الهوى لو ما جمعنا سوا؟ يمكن هواك هوى تاني، هوى تاني. آه شو عم تسمع؟ بترحل حمدة مع طلعة الضو. لوين؟ عجهنم اللي تحرقها. المهم ترحل، هذا نهائي. المخلوقة صارت مجنونة حب، ومجنون الحب أقوى من أي إنسان، أعمى وأحمق. وحمدة صارت خطرة يا رستو. إذا كان هيك ما حدا عاشق قدي. أنا رح أجن بحب سعاد، معناتها أنا مجنون وأعمى وأحمق. وفي مليون صفة من هالنوع جنابك بتتمتع فيها. رحل حمدة، كل هالخيالة ما بيهددوا حياتك مثل ما حمدة بتهددها. بس حمدة بتحبني وما ممكن تأذيني. ما بيأذي إلا اللي بيحب لما بيلاقي حاله مخدوع وبدون أمل. ماشي، ولو إني مقتنع إنه بتحبني وبس. وأنا بحب سلامتك. نزلت عن كل أخلاقياتي لحتى تبقى سهلة. جردت قلبي من كل طيبة معششة فيه. لهفتي على سلامتك، خلتني أعمل يلي كان أبوك يعمله واللي كنت أكرهه فيه. رحل حمدة يا رستم، رحلها. طيب مع طلوع الضو أنا سهرانة، ما رح يجيني نوم. بدي كل الأخبار، أخبار الأحدب، أخبار سعاد، بدي كل الأخبار تجيني لهون. أنا ما حدا بيأمرني. إلا ست الكل. شو اسمك؟ رامز. وين أهلك؟ صوب الباب برا حلب. مرابعين ولا ملاكي؟ ليش هالأسئلة هي كلها؟ رد علي بعدين بتعرف. أهلي مرابعين، زارعين بالحصة. عند مين؟ عند عزمي آغا العريان. باب القفص جنبك تماما. بتعرف شو يعني لما بتمد إيدك وتفتح باب القفص؟ بدك يعني أهربك؟ الله ينور عليك، مزبوط. أنا ما متت، بس شفت الخيال اتنين شلون ماتوا. اللي بيحسب بيسلم، مزبوط. بس عمره ما بينال فرصته. خليني اطلع وشوف كيف بسيطر على الخيالي وعلى الموقف كله. رح صير انا الامر الناهي، ورح اخذك معي لحلب واعطيك قطعه ارض ملك لك ولاهلك، ومكافاه ماليه مشان تتجوز. هذا وعد ضابط. بس انت مد ايدك وافتح الباب. لو بدهم اياك خيالتك كانوا طالعوك. جبنه! شلون بقى بدك تضمن تسيطر على جبنه؟ شو ممكن احكي لك بعد اللي حكيت لك اياه؟ احكي لي يا حاجات وعن كل شيء. اللي ما بيعرف شو اللي صار ما بيقدر يحسب حساب بده يصير. رجعت عقلك يا بنتي، نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. احكي لي عن جواد، قالوا عنه شيطان. الجهل والظلم والاستبداد، هدول يلي قالوا عليه شيطان. نسيدي العمل راح كتير وما بقي منه الا القليل. ان شاء الله العمر الطويل. قل لي شو طلبك.
كنت تعبان يا سيدي، بدي ارتاح وتفرغ لعبادة رب العالمين. وين بدك ترتاح؟ عالبيت اللي بطرف الضيعة. طلبك مجاب، تكرم عينك، رح نعطيك البيت يلي بطرف الضيعة. اللي يا حجاطي، انت ظلمت حدا بزمانك؟ يا سيدي بني آدم خطاء، كيف أتحرك ظالم؟ الله يشفينا بغفرانه ورحمته. وبتعتقد انه رب العالمين رح يرحمني يوم الحساب؟ يا سيدي الله أعلم، الله غفور رحيم وكمان شديد العقاب. يا حاج عطوي، خد أغراضك وروح عود بالبيت يلي بطرف الضيعة، وكل ما صليت ادعيلي، لأنه هدول الفلاحين شياطين، كل ما صلوا عمدوا علي. حاضر يا سيدي. الجهل والظلم والاستبداد، الطغيان والتسلط واستعباد الناس ما بيصير إلا مع جهل الناس. على كل حال، هي إرادة ربنا سبحانه وتعالى يا بنتي. بليلة واحدة خلق الشر بالقصر وسموه رستم، وخلق الجمال بالضيعة وسموه سعاد، وخلق الشقة والعذاب ببيت عبد الودود وسموه شيطان. بس لا طلع الشيطان شيطان، ولا الإنسان إنسان. عادل. حاضر. انتظرني برا. سيدي، الأحدب حرق بيتي ورجالك سمعوا كيف أمي عم تدعي علي. عمل مثلي، كساب رضاها، فورة حليب. تغضب عليك بترجع بترضى. روح. حاضر. خضيري. نعم يا ليلي. لقيتنا يا خضيري، ليلي أنسب وقت، فرصة وجهت لحالها. انت عن شو عم تحكي يا أبا؟ خاشو، ضروري نقتله قبل طلوع الضوء، ولازم الكل يظنوا انه اللي قتله واحد من ثلاثة، الأحدب، أهل الضيعة، عدل. تأمر يا أخا. بس منشان تمر الخدع، بدون ما يحسوا رجال خاشو انه رجالنا لهم علاقة بالموضوع. بدنا نضحي. يا أخا، نحن خلقنا لنضحي، بس بشو بنضحي؟ ما عم يطاوعني لساني احكي يا خضيري. انت بتعرفني، انا عندي ضفر كل واحد من رجالي بيسوى الدنيا كلها. انت امور يا اغا، ونحن جاهزين للتضحيه. تضحيه انه ينقتل مع خاشو كم واحد من رجالنا يلي عم يحرسوه. شفت؟ قلت لك التضحيه كبيره، بس الخيالي ما راح يصدقوا انه رجالنا ابرياء من دم خاشو الا اذا انقتل كم واحد من رجالنا. ساعتها بتروح التهمة لغيرنا. فهمت عليك يا أغا. التضحية كبيرة، ما حدا كبير غيرك يا أغا. رح أنفذ قبل طلوع الضو يا خضيري. الليل ستر. عدلي. ايه. في مهمة للأغا بدي أنفذها أنا وياك. شو هالمهمة؟ شايف القفص واللي قاعد جواته؟ شايفهم. هذا اسمه خاشو، هذا العدو الأكبر للأغا. ملعون ابن ملعون. مهمتنا أنه نقتله. عدلي، يلي بده يخدم الأغا بده ينسى كلمة لا. اسمعني، ليش بدنا نقتله؟ قلت لك أوامر الأغا. اسمعني منيح، انت ميتك عند الأغا معكرة. قلت له انك قتلت الأحداب، دوروا عليه ما لقوه.
قلت له ان سعاد مربطه بيت ابوها، دوروا عليها وما لقوها، لذلك بيت صفحتك عند الاغا وخلي ميتك صافي. اسمع، انت بتعرف تستعمل قوس النشاط؟ لعيونك. تبكي يا ست الكل؟ آخر شي بيقدر يعمله الحسين إنه يبكي. ما تشوفي شر يا ست الكل، شو بدك أحسن من هيك موتة محكمة؟ الكل اقتنعوا إنه عدلي هو اللي قتل خاشو، وإنه الأحدب كان مع عدلي. الموت بيشبه النار يا أرسطو، بيمتد وبيحرق. لا تخافي يا ست الكل، لا تخافي، أنا هلأ لحتى ارتحت. ارتحت على حساب تعب قلبي أنا يا أرسطو، قلبي أنا. كان بيني وبين اني رد الجميل لخاشو فشخه واحده بس. ومين يلي عملها؟ ما عرفت يا حاج. ونعيم؟ سلامة نعيم يا سعاد. انا ما رجعت لاني خفت، انا رجعت مشان نعيم. كان مستحيل اوصل له بدون معركه خسرانه، وساعتها رح يكون هو بخطر. انا بعرف قديش انت شجاع يا جواد. اياكي تعرفي قديش عندي رغبة انك تكوني اسعد مخلوقة على وش الارض. Thank you.
عمري ما خف من الموت. أنا ما بدي موت مو لأني جبان، أنا ما بدي موت لأني خايف على سعاد. مين بده يحميها بعدي؟ مين بده يخلص نعيم؟ مين بده يفرح بعرسها؟ سبحانك يا رب، جوات أي صندوق زرعت بقدرتك قلب هالإنسان؟ خجلان تقول جوات الشيطان يا حج. خسا، يوم اللي كان عمرك ساعة قالوه عنك وأنا ما قلته. يا ابني بدي أحكي مع بنت عتوم حديث، بدي منك ما تقاطعنا. ماشي؟ أنا راح ضل هون حج. وين جواد؟ برا. في حديث بدي احكيه معك، ممكن؟ انت مثل ابي، تفضل. غيمه سودا وانزاحت عن قلبي يا ست الكل، بس هالكتاب يلي حملتيهن اياه وقعتي وخليتيني وقع كان غلطه، وغلطه كبيره. والله يا رستم ما الغلطه الا سكوتي عليك من البدايه. ست الكل، انت شلون بتفكر اعوج؟ شو الصرفة مع قصر نظرك؟ من دون هالكتاب يلي بيأكد ولائنا للسلطان وغيرتنا واحزاننا على المجي بيك، رح تلاقي مليون مين يدس عليك وتلاقي جيوش السلطان الى اول ما لاخر. ما رح ابطل قلك يا ست الكل، بس هالنبرة ممنوع اسمعها مرة تانية. وصار في علي ممنوعات؟ عالكل. زال الخطر ورجع يتمختر. ست الكل، خلص انا رح اسكت، رح انسحب، ما انا غريبه عنك. انت من الناس، وكل هالناس لما بينحبس المطر بيصلوا بيدعوا لربهم لحتى يشتي، ولما بتشتي الدنيا بيوقفوا كل دعواتهم. انا مالي طلب عند رب العالمين الا طلب واحد، انه يجعل موتي قبل موتك. لحد هاللحظه يا ابني في جوات صدري قلب ام. يا سعاد، أنا بعرف كيف بهتم بحالي. لازم تعرفي إنه كل هالشي من شان سلامتك. تسلم. من شان مين؟ عقلك وفهمي. أنا أتجوز خضيري قتال القتلة؟ ولك مو معقول، كيف؟ وكيف تاركني طول هالأيام اللي مرقت اتأمل بإني صير مرتك، وهلأ عم ترميني لواحد كلب مثل خضيري؟ ولك أنت حقير، حقير يا رستم. لا، اقتلني بإيديك،
أكيد موتي ما رح يزيد كتير من جدول أسام اللي ماتوا على إيدك. اقتلني وريحني. ومن شو بيشكي خضير؟ ولك قتلك موتني أحسن ما قتلك بإيدي هدول. هدي حالك وفهميني. ولك شو بدي أفهم؟ شو؟ أنا بعد كل هالسنين ترميني فضلة قرفك لخضيري؟ قاتل حاله عليك. اللي مثله بيقتل كل الناس وما بيقتل حاله. خليني فهمك. ولك شو بدك تفهمني؟ شو؟ هذا خضير اللي عم تستهتري فيه أحسن منك. معلوم. ابن الكلب خنجر غدرك بعد مثل الليل. حمدة! أنت بتعرفي إنه ما في أسهل من أكلي. أنا ما بدي قتلك ولا بدي رحلك ولا بدي أكلي. أفضل حل هو خضيري. شبه الفراشة بدك تضلي تدوري حوالين النور لحتى تحترقي. صار اللي صار واحترقت وصرت رماد. ما بعرف شو بدي ساوي. لا بقدر اتنكر ولا بقدر غير شكلي. هذا قدري يا سعاد. برمي حالي على النار يا بحري يا بحتري. يعني انا لما برجع على القصر وانت مثل ما بتعرف انه رستم بيحبني كتير يعني ما ممكن يأذيني. ما في اي خطر علي وانا بالقصر. شو كمان؟ وافقني على شو؟ على اني روح القصر وساعات انا بلاقي اي طريقة انقص فيها نعيم. لا حول ولا قوة الا يا سيدي الاغا الخانم سعاد اجت. شو الحكي؟ سعاد؟ يا سيدي يا اغا الخانم سعاد اجت لحالها وليك هون بالقصر. اشرقت الانوار وطلت مواسم الفرح. أبي أمي هون؟ معززين مكرمين. تسمح لي شوفه؟ طلباتك أوامر يا سعاد. مع أني ما لي مصدق أنت أقعد معك اسمع أخبارك وأطمن عليك. تفضلي لأخي. سعاد حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. طلبت الغالية تشوفكن وتقعد معكن شوي. عمي عبتون بس تفضى أنا عاوزة. ماشي يا أغا. لا تقلي يا أبا. من اليوم ورايح بتقلي يا أبا لحتى تعرف سعاد قديش غالي على قلبي. راح أترككم ترتاحوا شوي مع بعض.
يا ابني العقل زينة. قالوا زينة عم تحكي عنها. أنا تركتها تروح لأنه ممنوع علي يخالف رغبتها. بس أنا ما بتهمني هي الزينة اللي عم تحكي عنها يا حج. أنا رايح. جواد لوين؟ لا تسألني لوين رايح يا حج. لا تسألني. شو بها الخانو؟ بترضى تجوزني؟ ما في شي بيرضيني قد هجوازي يا خانو. بتعرف قصتي مع رستم؟ بتعرف. وبتعرف إنه غيرك بيعرف؟ كمان بعرف. ورغم هذا بدك تجوزني؟ اسمعي يا خانو، الآغا قاعد على راس شجرة والفاكهة اللي بده إياها بيقطفها بيأكلها. أنا ما بحق لي أقعد إلا تحت الشجرة والفاكهة اللي بتسقط هي إلي. أو اللي بيشبع منها رستم وبيرميها. بتضل نعمة يا خانو. تعرف يا خضيري شو الفرق بين الإنسان والكلب؟ الفرق إنه الإنسان بياكل لحم والكلب ما له غير العظم. أي نعم أنا فاكهة مرمية بس مالي ساقطة. بصلح لأي مخلوق بس للكلب لا. خدعة شو؟ مثل ما قلت لك جايتها لهون خدعة. كيف يعني؟ المخلوقة تعبت كعيت صابة يأس بعدين اكتشفت انه انا الافضل والاقوى والمنتصر. مصيبتي اني ماني قدراني اتركك او اتخلى عنك رغم اهانتك الي. على كل حال انا بعد ما سألتها اكتشفت انه يمكن المسخ مات وهي فقدت الامل انه حدا ممكن يساعدها. يا ابن دحام من شان الله لا بقى تزني على دماغي. كل هالشي صار ونحن هون. صار كثير يا ان شاء الله تكوني حطيتي عقلك بازك وفاتي تتجوزي الاغا. بس انت ما كان هيك رايك يا بنت. يا بنتي الضروره الى احكام ما في باليد حيله. هيك رايك؟ العقل هيك بيقول. وانت مين؟ يا بنتي انا تعبت كثير من كثر ما شفت. اعتبريني عم حارب حلي ارتاح. يعني تجوز رستم؟ إيلك بنتي تجوزي رضى عليك تجوزي وكمان طلبي منه مشان يطلع نعيم من الحبس وبروح أنا وياه نحفر من طالع الذهب. مالي حلالي. ماشي يا أبي ماشي. لك الله يرضى عليك. هلأ حتى تأكدت أنه ضفر البنت بيسوى 20 رجال. شيطان. أنا حياتي ما لها أي معنى. أنا لازم موت. لا يا ابني لا تكفر. بيصير رب العالمين يخلقك بدون حكمة منه؟ بيصير يتركك من دون زينة؟ إذا كان عقلي زينتي يا حج فعقلي سبب العذاب اللي أنا فيه بالليل وبالنهار. وإذا كان زينتي قلبي قلبي سبب كل شيء. شايف المقبرة مليانة جثث متعفنة
بشوف حكمة رب العالمين، مو حارما من بديع صنعه، عشب أخضر وزهر. اسمع يا حج، أنت السبب بكل شيء صار. بعد ما سعاد حكت معك راحت على القصر، أنت السبب. أنت السبب. أنا بدي أطلب منك طلب. طلباتك أوامر يا صاحبي. تفضل. أنا ما عندي غير طلب واحد. أنا بدي أطلب سراح نعيم. وعلى فرض أطلقت سراح، شو راح بيكون موقفك مني؟ فكر. عم تحطي شروط يا سعاد. انت بتعرفي شو رح بيصير مركزك لما بتصيري زوجتي. خانم الخوانة، ست الكل، ما رح بتكون قبلي. معقولة بقى تفكري بنعيم ابن زبال الضيعة؟ وليش مستغرب؟ ما انا بنت عتوم الريوش. طبعا بدي استغرب. لا، الاغا رستم عم بيغار من نعيم الزبال. قال ما جيبيك ما بتجوز عليه غير الرحمة. قال للعقله وعمل نعيم غريم. الرغبة عبودية للراغب يا آغا. إذا كانت الرغبة اسمها سعاد والتقى أكثر من راغب، تنتصر سعاد. لا، تنتصر رغبة الآغا، يعني أنا. سيف، خنجر، كرباج. ابني مات. بلكي لساته عايش. لا، مات. أنا قتلت ابني. عبد الودود قتل ابنه.
مخلوق الضيعة ولا عاد ترجع. اللي بيعمل عمل ذاك ما بقى له عيشة بهالضيعة. جايين على الطريق الضيعة شفنا الرجال لقح الأرض. لم تمروا لأنكم شفنا بتعرفين؟ لا والله ما عرفته، بس مبينة حالته تعبانة كتير. سافل من شان الله، ما بصير اسمعك تحكي هيك على سيد الأغا وما أحكي. ولك غبي، بتعرف ليش أنا بدي أجوز رستم؟ بس لأني ما بحب اسمع جوزي يقول لحدا سيدي. الناس مقامات. خضيري انت بدك تتجوزني ولا لا؟ سبق قلت لك رايي. المهر بيصير عروس من غير مهر؟ اطلبي. سعاد بدي اياه يغوص بقلب غريمتي. سعاد الخبيث اللي سبب كل هالمصايب بدي اهجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. رفض يطالوا لنعيم الحدث. رفض؟ ليش؟ روس قالوا. ولك بنتي شو قصتك؟ ليش شو ايديكي بالمي وايدين ابوكي بالنار؟ فهمي شو صار. يا امي عم لك رفض، ليش تفاصيل؟ واموالي وذهباتي. لا بس مشان هيك بدك نعيم يطلع من الحبس؟ لا، مشان زبالة الضيعة. مين بده لما اذا الله افتكر حيشه؟ لك بنتي شقى عمري، عمري كله سنين وانا عم بجمع، سنين وانا عم بكذب. وسنين وانت عم تظلم يا ابي. عفارم عليكي. قلتيها بعد كل هالذنوب بدك ياني اطلع من هالدنيا ايد من ورا وايد من قدام؟ حضروا حالكم كلكم، انا بعتت جيب الشيخ مشان كتب الكتاب. امرك يا ابني. لك الله يخرب بيتك، انت رح تنقلعي مع رستم وذهباتي بدون يضيعوه، وما راح يبقى لي حدا غير زينب. هذا مو عدل، مو عدل بنوب. يا ابني راحت القصر بموافقتك، برضاك، بطوعك. انا شو ذنبي؟ ما راحت بموافقتك؟ انا خليتها تروح لاني ما بقدر الا لا يا حج. شو يلي بدك اياه؟ لما بتكون ما قادر تقول لا، يعني انت خارج الموضوع؟ ما قالك تعلق؟ اللي ما بيملك يقول لا وبيقول نعم ما قاله شغل. أنا كل الشغل لي. لا مو كل الشغل، حتى ما قالك ولا شغلي. قول شو بدك، قول شو عملت، قول لوين بدك توصل.
انت كتاب مفتوح ما حدا عم يقدر يقرا فيه الا انا. يا ابني بزمان الامير رستم وهو صغير وقف عند البحر بالليل، كنت معه، كان مطلوب مني اني دير بالي عليه. شاف القمر معكوس بقاع البحيره، اتسلط وقال بده القمر. ساعتها بتعرف انا شو سوي؟ فرجيته القمر قديش عالي بالسماء، وفهمته ان القمر اللي بالبحر مجرد وهم خيال. بتعرف شو قال؟ قال ابن السبع سنين يا حاج عطوة، بس اكبر بدي اعمل سلم طويلة طويلة من هون لعند القمر. ابن السبع سنين يا جواد بده القمر، والقمر عالي. فكر ببراءة الأطفال وطلع معه إنه بس يكبر راح يعمل سلم ليوصل للي بده إياه. طبعا هو ما وصل للقمر، بس حط بباله يعمل سلم. ذهب معدن 24 قيراط. سألتك شو بدك؟ بدي تفوتني لعند نعيم، بدي احكي معه بموضوع ضروري وبطلع فورا. وهالكف ما بيدري شو عمل هالكف، والاسواره حلال زلال لك. هات الاسواره. الله يرضى عليك يا غيور، انت افتح الباب. فرجيني عرض التابك. شلون؟ كيف؟ امشي. شبنا ولو ما اخذت الاسواره. قلت لك امشي عما سبق عن الاغا. ولا انت عرفان انا مين؟ انا بدي اصير عمه للاغا. قلت لك امشي. طيب هات السواره. السواره بتقدر تطلبها بعد شوي من الاغا. الله يخرب بيتك، انت مجنون؟ انت بدك تفضحني؟ الله يخرب بيتك. الهي ربي وسامع دعائي، يا رب الله لا يوفقك، الله لا يوفقك بجاه النبي. منيح هيك؟ محتارة بهواك، شو ذنبي ما
الهوى.